بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. عندنا قلاية هوائية سيلفر كريست، طبعا العطل اللي بيها جابها الأخوان، قالوا ما تحمي الأكل يعني شوية وتفصل. طبعا هي هاي طبعا من الزينات، لأنه المروحة إذا عطلت، هذه إذا عطت المروحة وبقى الهيتر يشتغل، معناته يصير عندك حريق. فمخلي لك الثرموستات أو الحساس اللي موجود هنا، تشوفونه هذا الخيط الأبيض مالته أو السلك الأبيض، هذا الثرموستات موجود وين؟ داخل الحجرة. خلينا نشوفكم إياه. هذا الفوق، تشوفونه هذا الفوق، هذا إيه هذا زين. وهذا الثرموستات يتحسس بأنه حرارة عالية، بش راح يصير بيه؟ راح يفصل. زين، احنا فتحناها بصراحة شوية، فتحتها كلش معقدة. هذه طبعا هاي ما بيها كارت، بدون كارت. هاي المروحة تشوفونها، هاي المروحة اللي بدلناها احنا، رأسا شخصناها، عرفناها المحول المروحة حامية. شوفوا اللون الأسود صاير هذا هنا، وتقيسها بالأومية ماكو ولا أوم، يعني قاطعة نهائي. زين، جبنا واحدة شبيهتها وقسنا الأومية مالتها، تقرأ عندنا 133 أوم، يعني حتى تكون عندك ستاندر هذا والقياس صحيح. بدلناها وفتحناها، فتحة مالتها سهلة، يعني لا تفسخها كليتها. الطريقة كل سهلة، تفتح البرغي هذا 10، البرغي اللي بالنص، هذا البرغي اللي بالنص، برغي 10 تفتحها، وتفتح فقط هاي الجهة مالت الهيتر، راح ينفتح عندك الهيتر، تطلع المروحة هذه. واكو بوشة صايرة بين المروحة الفوق، تشوفوها المروحة الفوق وبين مروحة جوا، هاي البوشة أهم شيء تحصر حتى يشتغل المروحتين بآن واحد، وترجع تشد المروحة الجديدة مالتك بكل سهولة. هذا طريقة الفتح مالته، اذا تشوفون هذا بيه غطاء، هذا الغطاء راح يصير فوق هذا، العفو هالشكل، هالشكل المصابيح هاي تنسحب، وهذا الهيتر الثرموستات ينفتح، وهذا عندنا التايمر ينفتح، وهاي راح تجي فوقها تتغطى هالشكل، وهاي مال المصابيح. يعني شغلتها شوية بصراحة معقدة واخرتني بالشغل، بس الحمد لله والشكر كملناها. هسه راح نقبضها نهائي بهذا الطاق الذهبي، ايضا يقعد فوقها هذا، وتنتهي الشغله. راح نكملها ونشغلكم اياها ونشوف النتائج النهائيه. هذا هسه اشتغلت، والمروحه اوكي اشتغلت، والامبير ساحبه تقريبا 7 امبيرات وشويه. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.